الحقوق، عميد كلية الإعلام الأسبق. دكتور سامي مساء الخير. مساء الخير يا استاذ مصطفى. اتفضل يا فندم. اتفضل. ربنا ربنا يخليك. الله يخليك. حياة مصطفى، يعني فريق إعداد عندك لما كلمني أعتقد طبعا هتكلم في المنطقة اللي أنا يعني بفهم فيها. طبعا طبعا يا فندم. أوكي. أنا الحقيقة بسأل حضرتك سؤال، لو عملنا تحليل مضمون لخطاب أو لخطب السيد الرئيس منذ أن تولى رئاسة الدولة. نعم. هتجد ثلاث قضايا أساسية محوريين. نعم. القضية الأولى كانت الوعي، تجديد الخطاب والإعلام. نعم. حضرتك توافقني؟ نعم طبعا. عظيم. طيب، ورغم الحديث المتكرر عن أهمية التطوير في الثلاث مجالات دول، أضيف إليهم مؤخرا وده شيء لازم أؤكد عليه، حديث سيادة الرئيس عن الإصلاح السياسي. أستاذ مصطفى، العلاقة ما بين الإعلام والإصلاح السياسي علاقة تفاعلية وتبادلية. دون حيوية سياسية لا تجد إعلاما حيوية. صحيح. ودون إعلام مهني محترف لا تستطيع أن تعرف ماذا يدور في أحداث في على أرض واقع. ده صحيح. قولا واحد. ومن ثم أنا الحقيقة بقول، ما الذي يؤخر دعوات الرئيس لإعادة النظر في المنظومة الإعلامية؟ السؤال أنا وقلتها قبل كده يا أستاذ مصطفى، لم تستطيع أن تحرك إعلاما أو تطوره إلا بثلاث أشياء. واحد، أن يكون لديك سياسة إعلامية يضعها مفكرون وعقول ليست بالضرورة تتولى مناصب يا سيدي. بمعنى أنها عقول تعمل كما نسميه إحنا بالثينك تانك. هذه العقول التفكير. مظبوط. هذه العقول يا أستاذ مصطفى بتبقى ملمة من واقع دراسات وبحوث بالرأي العام واحتياجاته، ومن ثم بتحدد ما نسميه بالأجندة السياسية. ليس لإلزام الإعلام بالحديث عنها، ولكن لكي تقدم له مادة ثرية للحوار. يبقى ده أول نقطة. تاني نقطة يا مصطفى، إنك أنت علشان تعمل ده أنت محتاج إيه؟ مركز بحوث، وحط تحت العنوان اللي جاي ده كلمة مركز بحوث مستقل حرفي مهني يدرس لك ويحدد لك ما الذي يراه الناس ولماذا لا يراه الناس، لماذا أعطى الناس ظهورهم لبعض القنوات ولبعض البرامج، ولماذا لجأوا إلى إعلام آخر. أوكي. لكي تبقي على الناجح والمؤثر في الرأي العام. وقد تكتشف حاجة يا مصطفى، قد يأتي لك هذا المركز بنتائج تقول لك أنت لست في حاجة إلى كل هذا الكم من القنوات. صحيح. ليه؟ صحيح. لأن أنت هتعمل نوع من أنواع التصفية، والتصفية دي ما بتتخدش بقرار سياسي يا مصطفى، دي بتاخد بقرار جماهيري، هو اللي بيقول أنا أحب أشوفك أو ما أحبش أشوفك. طيب، فاضل الجناح الثالث اللي هو إيه؟ وهو ما أسميه أنا بمركز إعلام مهني عالمي حقيقي يا أستاذ مصطفى. بمعنى المركز ده بياخد الكوادر يدربها على لغة العصر، مش بيمليها. أنا عمال دايما يا أستاذ مصطفى أحط سطر تحت كلمة عدم إملاء. ليه؟ لأنه أنت وأنا فاهمين، أنت صعيدي قح وتعلم أن المواطن المصري عن ابن الذين ده شعب فراز يا أستاذ مصطفى. طبعا. بيشم ريحة صدق والله العظيم ريحة الكذب. صحيح. وعلى طول رد فعله بيبان. إذا أنا بقول، وأنا سعيد بما أسمعه من أخبار مؤخرا على أن الرئيس بدأ والدولة تضع يدها بشجاعة على ملف الإعلام. فأنت يا أستاذ مصطفى صدقني مصر كبيرة قوي. أسألك سؤال يا أستاذ مصطفى وأرجوك تجاوبني عليه، ومع إني المفروض حضرتك تسألني، لكن اسمح لي بس بالسؤال ده. لما يكون لما أنا بعمل تحليل مضمون لبرامج القنوات العالمية سواء العربية
أو الدولية المعربة أو العادية، ألاقي مصطفى 80% من محتواها عن مصر يا سيدي. صحيح. معنى كده أنك أنت بلد ثرية. أما أنا الأوان لبلد مصر العظيمة، بلدي دي اللي أنا بموت فيها وحركة بموت فيها، ما يبقاش عندها قناة إخبارية على أعلى مستوى من الحرفية والمهنية منتشرة في كل مكان في ربوع مصر، تنقل وتسوق يا أستاذ مصطفى. أنت عندك أزمة يا مصطفى يا بكر، صدقني نحن تسويق الليلة الواحدة، تسويق اللي عارف إيه الحدث الواحد، ثم نترك الأحداث بعدم مناقشتها بأبعادها على مدى طويل يا أستاذ مصطفى. هو أنت فاكر المواطن ده اللقطة الواحدة تكفيه يا أستاذ مصطفى؟ لا أكيد لا. ده عايز شرح. ما بيزعلكش يا أستاذ مصطفى، ما بيزعلكش إنك تشوف إشادة عالمية بما يحدث في مصر من إصلاح اقتصادي ومن نتائج إيجابية، وما فيش تسويق داخلي، ما تلاقيهاش عندك. أليس هذا أمر محزن يا رجل؟ طبعا يا رجل. أنا الحقيقة كل يوم بيبقى عندي أبقى أقول يا رب حسمع، يا رب حشمع. إنما يا مصطفى إحنا عندنا أزمة وضع سياسة إعلامية. صحيح صحيح. فكرت بحاجة لما أنت اتكلمت عن الدور الحيوي وفكرك بيه لمجلس النواب. نعم. الحياة السياسية تصنع مادة خام للإعلام مصطفى، تجعله حيوي، لأنه عارف مصطفى كل شيء في الدنيا سياسة يا مصطفى، رغيف العيش سياسة، كل شيء سياسة. فأنا بشكرك على دعوتك بالمداخلة دي عشان أقول كلمتين. آن الأوان أن نجعل لمصر إعلاما حيويا مهنيا محترفا. شكرا لك يا دكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة. والحقيقة احنا كنا عايزين نسمع الكلام ده من سيادته ومن آخرين أيضا هندعوهم، لأن قضية الإعلام قضية مهمة، قضية الصحافة قضية مهمة، قضية الوطن ومواجهة التحديات قضية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمضي إلا بالخبراء وأبناء الوطن الحقيقيين. معنا